السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل اليوتيوب بيمنع الفيديوهات المنشأة بالذكاء الاصطناعي؟ لا. طيب، هو اولا ما بيمنعش الفيديوهات المنشأة بالذكاء الاصطناعي، لكن في قنوات اتقفلت بسبب الناس استخدمت الذكاء الاصطناعي. ازاي؟ طيب، القنوات اللي اتقفلت بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي هي اتمنعتش عشان استخدام الذكاء الاصطناعي، هي اتمنعت عشان انتهكت حقوق معينة. بمعنى ايه؟ بمعنى هو استخدم صورة شخص مشهور او استخدم صوت شخص مشهور ومن غير ما يقول ان الفيديو ده معمول بالذكاء الاصطناعي، يبقى كده هو ما مشيش على القواعد بتاعه اليوتيوب. اليوتيوب بيقول لك لو انت عامل فيديو بالذكاء الاصطناعي قول لي ان هو معمول بالذكاء الاصطناعي، ما تكونش انت بتكذب او بتعمل فتنه بين الناس او بتقول تنشر اخبار كاذبه او بتستخدم صوت حد تاني غير صوتك او صوت تعمل صوت وهمي، ما تعملش صوت لشخصيه حقيقيه. يعني ما جيبش صوره مذيع معين وابدا ان انا اشتغل بيها، او ما جيبش مثلا فيديو لشخص معين والعب فيها ويبقى صورته هو اللي ظاهره. في دلوقتي برامج كتيره جدا ومواقع كتيره جدا بتنشئ لك صوت مختلف، تمام، مسموح بيه، ما بتنشئ لك شخصيه كاركتر تقدر تستخدمها في ان انت تقول كل كلام انت عايزه بدون اي مشكله خالص. المشكله اللي هي انتهاك الحقوق اللي قبل الذكاء الاصطناعي، يعني في قواعد معينه ان انت ما بتنشرش اخبار كاذبه، فلو نشرت خبر كاذب خلاص القناه بتاعتك ممكن تتقفل. استخدمت حقوق ملكيه او صوت او شخصيه بدون ما استاذنه، تمام، يعني ممكن انا مثلا اعمل فيديو واستخدم صوتي، تمام، اروح قايل ايه اي كلام هيتقال الذكاء الاصطناعي يقوله بصوتي، تمام، فما فيهاش اي مشكله خالص. قلت له خد الصوره بتاعتي وخلي الشفايف تتحرك والشكل يتحرك مع الكلام اللي هيتقال، دي ما فيهاش اي مشكله خالص. المشكله لما اجيب شخص من غير ما استاذنه واروح مخليه يقول الكلام اللي انا عايز اقوله، فانت كده انتهكت، مش انتهكت فكره الذكاء الاصطناعي، انت انتهكت فكره الحقوق الشخصيه او الحقوق العامه او هكذا. لكن تقدر تعمل فيديوهات تعليميه بصوتك بشكلك بصوت مختلط مش حقيقي بصوت حد روبوت كمبيوتر اي حاجه، انما مش بصوت مثلا ممثل مشهور او معلق كوره او الحاجات دي كلها. عشان كده تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي مسموح، لكن اذكر اكتب كده في الوصف الفيديو ان هو بتستخدم الذكاء الاصطناعي وانت بترفع الفيديو. قول الكلام ده مش اليوتيوب بس، الكلام ده قاعده عامه في كل موقع الانترنت، استخدم الذكاء الاصطناعي لكن بدون ما تنشر اخبار كاذبه، بدون ما تعمل مشاكل، بدون ما تنتهك حقوق ملكيه.